حصل الأب الدكتور عماد علامات الأمين العام للبطريركية اللاتينية على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف في العلوم الكنسية الاجتماعية من الجامعة الحبرية في روما، وذلك بعد مناقشة أطروحته مطلع الشهر الجاري، والتي كانت بعنوان قراءة لاهوتية ورعوية في الأوراق النقاشية للملك عبد الله الثاني. بحمد الله ناقشت رسالة الدكتوراه بروما في جامعة اللاتران البابوية بتخصص تعليم الكنيسة الاجتماعي، وناقشت بالرسالة حول موضوع المواطنة في الأردن تحت عنوان المساهمة الجماعة المسيحية في الأردن في النقاش الدائر حول موضوع المواطنة المشاركة والحاضنة، وعملنا قراءة مسيحية لاهوتية للأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله. الهدف الرئيسي من اختيار هذا الموضوع أنه الكنيسة بحضورها هو حضور متجدد وحضور مساهم في تطوير المجتمعات. هيك كانت الكنيسة بالأردن وهيك هي اليوم وهيك راح تكون دائما. هاي المساهمة الأكاديمية هي لتوضيح الرؤية وتكون في مسار أيضا واضح في العلاقة مع المجتمع، ولتوضيح موضوع المواطنة من وجهة نظر مسيحية. الهوية الأردنية المسيحية والإسلامية هي هوية واحدة، ولكن المساهمات هي مساهمات متنوعة. المساهمة الخاصة في الجماعة المسيحية في الأردن هي مساهمة قيمية، هي مساهمة على مستوى المؤسسات بالتعليم بالعمل الإنساني، مساهمة واضحة في مجال تعزيز القيم عند الشباب وانخراطهم في المجتمع أكثر. الأردن تميز في السنوات الأخيرة ولكن بتاريخه الحديث في قضية استقبال اللاجئين، وبطريقة واضحة بالسنوات الأخيرة كان في تعاون بين الكنيسة والدولة في مجال خلينا نحكي استقبال اللاجئين وقضية نشر قيم التضامن مع الإخوة الضيوف في المملكة الأردنية الهاشمية. هذا الجانب الإنساني القيمي خلق عند الشعب الأردني حساسية إيجابية تجاه القضايا الإنسانية، وهذا ما يشكل مواطنته. مواطنته هو ليس فقط وقوفه أمام القانون بحقوق وواجبات، ولكن هي مساهمة قيمية أيضا. إذن المشاركة الحقيقية في تطور المجتمع والقراءة الحقيقية للسياسة الأردنية من وجهة نظر مسيحية هو في قلب وفي صلب رسالة الدكتوراه اللي قدمتها، واللي بتمنى إنها تكون عامل مساعد في خدمة كنيستنا، في خدمة وطننا، في خدمة شبابنا للمستقبل برؤية مسيحية واثقة غير منعزلة، رؤية مسيحية مستعدة للخدمة، وحضور مسيحي كالنور وفي المجتمع، وكملح ايضا اللي بيعطي طعم للمأكولات، ولكن حضورنا هو ايضا ملح وخميره اللي حضورها الخفي والبسيط ولكنه حضور فاعل. اذا الحضور، المشاركه، القيم هي في صلب مواطنتنا، وإحنا كنا مشاركين في الماضي واليوم مشاركين وسنبقى مشاركين بأشكال وبطرق جديدة، وبتمنى أنه كل يكون في خدمة ربنا وفي خدمة الكنيسة وفي خدمة مجتمعنا الأردني ووطننا الحبيب. وبهذه المناسبة يتقدم مكتب نورسات الأردن ممثلا بمديرته الدكتورة باسمة السمعان والزملاء العاملين بأسم آيات التهاني والتبريكات إلى الأب علامات، متمنين له المزيد من التقدم والازدهار في إنجازه العلمي والتوفيق والسداد في خدمة الكنيسة والرعية.